فمسافر من دبي على الصين انا عرفت. فسالني احد انه عم يسال شو يعني تاجر، شو التجاره، شو كلمه، قال له بيع شراء كذا كذا. قلت له لا، التاء تقوى والالف امانه والجيم جراه والراء رحمه. جينا وجينا وجيناكم، الله محيي ملقاكم، وين ما رحتوا وين ما جيتوا الله محيي ممشاكم. نمشي نمشي وياكم، الله يهون مسعاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة معاكم. جينا وجينا وجيناكم، الله محيي ملقاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة وياكم. هو منيح يعني عطاك الأوكي يعني أحكي ما إيه خايفين إنه تحكي ما تعرف على الموضوع، بالعكس باين أنت خبير. اسمع نحن عنا صفحة تمام على تيك توك، ما بخلونا غير لألي أحكي. ليش؟ لأنه يعني ما حدا منه كمان عم يعرف طالع، فهمت علي الهي يعني بالاخير يعني هلا بلش ولا شلون ايش بلش هو لحاله بمنتج، لا تخاف احنا بنعمل مونتاج الشغله اللي هيك ما بتعجبك بنشيلها يعني ما في مشكله، بس هو وقت يختاروك على تيك توك معناته في سبب. شخصيه نحن وقت اخترناه يطلع على تيك توك شخصيه محترمه جدا، جذابه كمان مو بس شخصيه يعني عادي يعني انه في عندك كاريزما هيك بتطلع انه ابتسامتك ولطافتك وعفويتك بجوز ما لك عامل حاله عامل حاله دروي يعني كثير لك لك شوف اذا على تيك توك بتطلع مجنن العالم معناته شو بتحكي ما بطلع كل شيء بس بطلع هيك من هون وتحت يعني ما بطلع حالي شو بتحكي نحن عم نقول شو بتحكي على تيك توك نعمل عروض على تيك توك يعني وهيك شيء نعم يعني كلام انه تجاري نعم انه هيك وكذا واجهزه يعني بننزل فيديوهات مشكل ملون يعني مشان العالم تعرف المحل محل جديد تعرف المحل هلا ترددوا اول شيء كانوا على التيك توك ما في بعدين نفاتوا على التيك توك نعم ايه مين اللي خلاهم يقتنعوا انه التيك توك ظريف وكذا يعني كثير عالم بتقول لك التيك توك مثلا فيه مجال للنشر فيه مجال للبيع فيه مجال لتكبير المشروع مثلا او لتكبير المحل او لتكبير الاسم يعني كثير عالم بيقولوا انه فيه يعني مجال لتكبير الاسم او هيك شيء او للبيع او للشراء صار عنكم انتم متابعين نعم ومشاهدات نعم الحمد لله قديش العدد يعني حاليا عندنا شيء 10000 متابع لسه نحن مبلشين جديد عندنا 10000 متابع ايوه نعم محل جديد هون نعم المحل الجديد وصل له شهر نحن ما صرنا شهر لسه عم ننزل على التيك توك نعم اللهجه الحلبيه انت وقت اللي بتسجل نعم تسمع يعني جزء متعودين مثلا نحن نشوف كل المسلسلات باللهجه الشاميه بتي بيطلع مسلسل حلبي تلاقي بدقق الواحد نعم يعني اللهجه الحلبيه غير طبعا كل اللهجات كل يعني لهجه لها مختلفه جدا جدا هلا بالبدايات وقت اللي قالوا انه لهجه حلبيه والله صعبه وكذا وقت اللي اشتغلوا مسلسلين ثلاثه صاروا بالشام يسالوا لك ما في مسلسل حلبي بنتفرج يعني شوي شوي تعودوا على الحق على مين انه الحلبيه ما يعني تاخروا لحتى انه لحتى طالعوا الفن نعم لانه قليل الممثلين الحلبيه يعني كثير قليل صايرين مثل مو قليل يعني ما هن ما عم يريدوا يعرضوا شيء حلبي عم يريدوا يعرضوا غير شيء وهيك نعم. جيلك انت بيحفظ اسماء فنانين حلبيه ادوا قليل كثير قليل يعني مين اللي بنحفظ الجداد ايوه نعم الكباريه واللي اسسوا ما يعني ما حدا بيحفظ منهم ليش بس بدك على الممثلين نعم ممثلين ولا مطربين مطربين معقول ما بتعرف مطربين اذا ما بحلب كم واحد بس ما بعرف كلهم طبعا مو كلهم صعب شو بدك تعد لتعد نفسه الفنانين بحلب ما بيعرفوا اسماء من كترهم يعني نعم. وين ساكن بحلب نحن بالميسر كنا ساكنين الميسر نعم والله انا رايح لها هي بعرف انه بحلب الميسر يعني نعم منطقه يعني صغيره ايه شغل وحركه وكذا ايه فيها حركه وشغل وشغال يعني مثل عادي انت وقت اللي جيت لهون يعني صغير قديش مواليدك هلا هلا انا مواليدي 2000 يعني جيت لهون عمري شي 10 سنين لا تقول نعم يعني هلا عمري شي 22 سنه يعني ما كنت وعيان شي نعم 10 سنين لا تقول يعني نحن هيك بلهجتنا الحلبيه طيب احلى شيء هيك بالحلبي انت بتحب دائما تحكي شو هو ما في معلم الحلبيه كلهم بحبوا يحكوا عن الكبه وعن الاكل الحلبي يعني الحلبيه قصدي الموضوع يعني لك. يعني قصدي انه شو المفردات هيك اللي بتحبها تقولها يعني بالشام مثلا بالدير بالحسكه كل واحد عنده هيك لكنه بيحب يقولها نحن بنحب نقول اشياء هاي ايوه
نحن هلا ما في كلام معين، ما يعني ما فهمت عليك. انا ما فهمت. طيب هلا اقرب لك اياها. في مثلا بكل لهجه يعني نعم. كلام قاسي بيقولوه نعم. وفي كلام نفس الوقت هيك فيه حنيه وفيه كذا، عكس هداك تمام. الكلام إيه مثلا عم ينقلك ايه صح، شو عم يقول ايش روحي وهيك شيء ايه صح. هاتون هدول يعني كثرون شو مثل يعني شلون اقول لك، هلا في كلام كثير مختلفه مثل شلون اقول لك، بس ثانيه يعني اعتبر انه انت خاطب جديد وبدك تحكي لخطيبتك انت وتدللها وتسال ايه هلا هدول كلمات عندنا معروفه بالحلبيه، وينك ابوس روحك هالكلام هيك يعني هيك معروفات، مثل شلون اقول لك ابو الشنقات وتشك يعني هيك يعني ابو وتشك او هيك شيء. هذول بيدلعوا فيهم كثير حظانين زياده، بس يعني الحلبيه اللهجه الحلبيه جدا جدا يعني في لها هيك كلمات ما بتنفهم يعني. يعني في غير مثل هلا بيجي عندنا اخ ادلبي مثلا، الاخ هون ادلبي بقول له كلمه مثلا ما بيعرفها، يعني طلع ايش هالكلمه، لانه بقول له بين ادلب ما في 40 كيلومتر يعني. ايه بس في كلمات ما بيفهمون يعني. جبنا له سيرة انه خطيبتك ابتسم وصح اكيد. واحد خاطب جديد حقه ايه، الخاطب جديد حقه يبتسم. خاطب جديد نعم ايه يعني لسه طلبت لسه ما ردوا لنا خبر. يلا ندعي لك. ها يلا انت 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 يعني مصمم قرر. ايه الحمد لله. والمصريات موجودين الحمد لله كله موجود الحمد لله الفضل لله. بيقولوا كثير عم يطلبوا غالي وعم يلبكوا القصة يعني. والله يا حجي لسه ما جربنا. بس ما جربنا. سمع اكيد بس لسه ما جربنا هذا الشيء. انت عامل حساب يعني عامل سقف اعتماد؟ والله الحمد لله انا مالي عامل حساب، الاهل يعني لحالهم. ايوه سنة بتوكلوا بهالقصة. أيوة هون هي ولا بسوريا وبدك تجيبها؟ حلو يلا قريبة معناته. ايه انت مواليدك 2000 وخطيبتك قديش مواليدها؟ يعني لسه عمرها شيء 16 سنة. مبكر والله انت. يعني انه هي بتكسبها يعني الحمد لله اهلي هن هيك بدهم. ما انا يعني شو اسمها؟ اسمي محمد. يا محمد حضرتك؟ اسمي فارس. محمد فارس. والله محمد لا محمد لا يعني بيحكي وتأنينه مثل ما بيقولوا يعني ما هو انه بيطلع غير ما بس والله لهجتك انت رايحه على الحلبيه شو هون من المعشره هون كلهم شو عم حوالينا ايوه علموك اندمجت اندماج الشامي والتركي والكله هون سوا قلب لسان الواحد بس الاكل ما بيتغير لا ما ايش حكيتها هي كله عم يبدع هون كله عم يبدع الحمد لله الشباب كلهم عندك يعني جديد هيك اشتغلوا معك ولا من زمان ولا لا من زمان عندنا محل تاني نحن غير المحل وهذا المحل هلا جديد هلا بيقولوا ما عاد في فرص عمل مثل اول خفت يعني شوي ولا لك والله هو يمكن رزق مقسوم يعني الانسان عليه يسعى والباقي على الله ما بيطلع في الاي شيء يعني ما بتعانوا من القصه انتو هلا في معاناه الشغل شوي خفيف يعني بعد ازمه الكورونا وهيك الشغل خف بشكل عام يعني والغلا شغال والمدخول بلش يقل يعني ما في تناسب فمشكله ما بيطلع في الاي شيء بس محمد نافذ نافذ كيف يعني انه خطب وكل شيء واهله مكفلين كله حكي لسه كله حكي لسه ما في كله حكي على الفعل بيختلف الحديث شايف عم يشكك عم يشكك القصة ما محمد فارس حضرتك مصطفى يا اهلا وسهلا فيك يعني مبين انت مواليدك مو كبير لا كبير بس هذا الشيبات يعني من هالوضع يعني انت بال 82 83 هيك شيء 81 الحمد لله والله جيتكم يعني أكل الحمد لله يعطيكم العافية الله يعافيك تالا تالا حلو على بنت مين على بنت أختي أيوة الله يسلمها ويخليها يا رب بس محمد مو متجوز ما وفارس والباقي كلهم مرتب أموره ما كلهم مرتب وهذا ما متجوز كله بين عليه ما مبين عليه شو متجوز جديد أنا لسه ما صار له 5 شهور مبين كانن يعني ما حضروا العرس سنة حضروا عرسك ولا حلو الشباب لسه اول ما عرسي الشاب هذاك حضر عرسي معناته محمد غاوي ايه بس بتحسوا هيك السكره بالمحل دافشينه على التيك توك وخلاص
نفسه ذاته الكاميرا احيانا بتغير الكاميرا كمان يعني واحد صعب هيك فورا تطلع على الكاميرا وهيك مزبوط بدها تدريج شوي يعني مين كان المخرج ورا محمد انا تنقايتك معناته ما لقيت احلى منه ايه والجمهور بيحكوا معه وتفاعل وكذا مشهور عمي مشهور هلا بسلطان غازي معروف محمد باسنيور معروف محمد وين ما بتروح معروف بيصيحوا له بدنا ابو دراع هو اخذ اسم هيك هيك يعني ابو دراع دراعي اليمين ايوه طيب هلا اوكي بالحياه مرتب اموره وهي عم يصير مقدم برنامج واحلى بالمهنه بالمصلحه كويس الحمد لله قوي يعني هو زبون الحمد لله زبايننا يعني نهار عن نهار عم بتزيد الحمد لله رب العالمين ايه وعم بيجوا بجربوا بيعرفوا يعني ايه حسب المعامله ايه الواحد يعني الحمد لله ما عم نخلي حدا يطلع زعلان وبنرضي الكل الله يعطيكم العافيه شكرا لكم موفقين ان شاء الله يعني شغل صعب لا والله عادي الحمد لله عادي حلو الواحد الشاب مرزوقة. الشاب اذا ما شكى بتروح الواحد معه طبعا ما كم ساعه بشغل 10 بس 10 والله عيدي هي 10 10 حمويه هي فلسطيني سوري فلسطيني سوري ايوه على راسي والله شو اسمه خالد بتعرف انه في كتير اكلات عندنا نحن يعني موجوده بفلسطين يعني بتشبه بعضها اي في ما مثل شو هلا المفتول بتعرفوها المفتول مفتول ايه عباره عن برغل ايه ولا بسبوه مثل بالعجينه ايه مع لحمه ايوه برغل وعجينه ولحمه شو بتكون عندنا عنده المفتول بيشبهها عنا شو الأكلة؟ عندكم والله ما عندي علم لا أنت معناته رحت على الأكلة اللي بتحبها أيوة الحلويات كمان ما عندي علم أنا ساكن بسوريا إيه بقى معناته أنت معمول تعرف إيه معمول نفس الشيء كمان معمول من وين فلسطين؟ حطين إيه اللي وين حط يعني مضى طبرية ها طبراني طبراني ايه بتاع السمك اما شو جو طبريه بيحكوا لك اهلك لا والله احنا كمان يعني ابوي خلق بالشام من 48 ايه يعني جدك اجى ب 48 جدك ما لحقته طب ما بيحكوا هيك الا ما يجيبوا سيار فلسطينيه يعني انتمائهم عالي بال ايه طبعا بس ما ملحق هاي السيار كلها يعني انا توفى جد وقت كان عمري سنتين ايه والله بطبريه يعني الجو بطبريه درجه حراره بتطلع شوي درجه حراره بتطلع لفوق ثلج يعني بنفس الفصل يعني لذلك بتحس هيك خضاره وفواكهها وكذا ارض يعني ما بيحكوا لك عنها لكن بلا بس ان شاء الله مندوها بالواقع هو ان شاء الله بس يعني بس الواحد بيسال ايه طبعا يعني عم نشوف كثير سوريين شباب هون 12 سنه و14 سنه بنسألهم عن أراني بمناطقهم ما بيعرفوها بكون أنا مندري كم سنة طالعين متغربين عن بلدنا ليش يعني ما يعني المفروض إنه يكون في متابعة من الأهل ما بس أنا كمان بدك تيجي للواقع يعني الشاب عم بيطلع عم بيشتغل من الصبح للمساء ما بده يفضى يجي يحكي لأولاده وهذا الحكي والمواضيع أنت بالشغل اسأل وين بيلعب شغل ولد يروح يسأل عطلناك ما ما في أي مشكلة أهلا بيك أهلا وسهلا أهلا بيك سلام أستاذي شو شايف شو عم يقول لي كان لازم اسالك والله انا قلت له من الاول كانه قال لي لا ما في مجال 10 ساعات بنحسهم يعني مرتاحين الحمد لله انت بشكل عام عم تحكي ولا بهذا المحل انا بشكل عام جاوبي صراحه طيب اساله انت اساله والله اساله مبسوط يا خالي على الاخر على الاخر الله يقويكم يا رب هي على الاخر بتعرف شو يعني الدعسه انت مبسوط اللي على الاخر بس هلا وقت اللي بيتعبوا يعني انتم بتلاحظوا ما يعني بتريحوا بداياتنا هون ايه الحمد لله لا الامور بخير الحمد لله ايه مبسوط على الاخر على الاخر انا هون مبتدي وين اول شيء كان هذا محلي انا هلا لسه ما عارفه شو اللي بتشتغل فيه هذا حلويات ايوه وعندنا محل شحن واستيراد وتصدير حلو معناته فايت فوتك انت ما والله خسران حتى عيب بس اي أيوة والله من ايام الكورونا يعني لا والله نحن قبل الكورونا ايه سبحان الله بعد الكورونا بال2020 هنا فتحنا هون المحل ايه؟
بس ساعبت الظروف هيك اجت الظروف يعني سيئة. هلا الأكل ما بيخلص. هلا الأكل ما بيخلص الحمد لله رب العالمين، بس يعني لله الحمد نتمنى من الله إنه الفرج على هالبلد. فرق الليرة والدوفيز على الناس كلها اجت المشاكل كبيرة يعني. هلا الواحد بده يتحمل الخسارة. بده يتحمل الخسارة، بده يمد إيده للحلو بده يمد إيده للمرة. معناته عندك موظفين وعندك شغيلة وعندك ساكورتا وباكور والزم اللي اجى على هالبلد هذا الله يفرج عن الناس كلها. يعني إذن العمل كمان هذا. وإذن العمل للشغيلة ما عم يطلع، وإذا طالعناها ما عم تيجي موافقات، عالآنين بمشاكل كثيرة ودفع عملة. واليوم أخي حتى اليوم أنت كيلو الحلو كنت تاخذه 400 ليرة. صح. اليوم حقه 600 ليره، مين بده ياكل؟ معاشه اليوم موظف 7000، مين بده يجيب اكل؟ وما عاد في يعني فيك تطلع على تغير تركيا، ما عاد في. وين بدك تروح؟ ما وين اقسم بذات الله، انا قلت لهم بطلع على مصر، انا كنت بمصر ورحت لدبي، شو بدك اكثر من هيك؟ بعدين نحن صابت الامور ونزلنا عادنا، صار لي 11 سنه هون. من 2013 هي فايت بال 11. انت من امتى مبلش معناته بمشاريعك وشغلك؟ معلم الحمد لله من قديم والله مبلش هون بال بس انا مش مصلحتي يعني من ايام سوريا الاستيراد والتصدير يعني بس اجتهدنا ان احنا نجتهد. اجى عديد من لبنان ظروف ضيقه فاجتهدنا وعملنا فعلا. قلبك قوي. قلب قوي اخذت. شوف التاجر طالع انسان انا لانك انت بتحب هيك حكم فمسافر من دبي على الصين انا عرفت. فسالني احد انه عم يساله انه شو يعني التاجر، شو التجارة، شو كلمة؟ قال له بيع شراء كذا كذا. قلت له لا، التاء تقوى والألف أمانة والجيم جرأة والراء رحمة. إذا اختل حدا من الحروف ما في كلمة تجارة. فنحن نسأل الله أنه رب العالمين يرحمنا برحمته. صح. يفرج عن هالأمة ويردنا هيك، يردنا لبلادنا. هلا انت عم تحكي عن جانب انه مثلا ظروف البلد وكذا والدولار وهذا. تمام. هذا جانب. هذا جانب. الجانب الثاني السوريين اللي طلعت اللي هاجرت. ايه. يعني يوم اجتك نسبه استاذ عبد بتعرف انت نسبه سفر كثير كبيره. ايه. يعني هالناس شو بدها تتحمل؟ يعني انت اليوم عندك معاش شغيل اجاره 7-8000 اجاره 6000 من بده يدفع؟ من بده ياكل؟ مزبوط. يعني اليوم في معادله انا عم اشتغل ب10 وعم علي دفع 20، كيف بدها تزبط المعادله؟ احيانا بتلاقي غلط هون بتشتريه مثلا حتى الحلو. ايه. قرشه على السوري بيطلع هنيك نفس الشيء. نفس الشيء. نفس القصه يعني ما لك هربان منها. لا انت تفكر حالك اذا بترجع سوريا ارحام؟ لا لا لا. يعني قصدي نفس القصه. المعيشه صارت يعني غلاء عالمي هو. ايه. بس الدخل ما عم يتناسب مع المصروف. هي هي. يعني هون نحن بس هين ونحن السوريين الله يفرج عنا. نحن نسال الفرج عن اخواتنا السوريين كلها يا رب. طب انت اللي حواليك يعني ما بيزعلوا عليك مثلا او ينصحوك او يتدخلوا احيانا انه ليش هيك عم تساوي؟ شو ابو ايش حضرتك؟ ابو غيس. ابو غيس. يا ابو غيس ليش هيك كذا؟ بلا هلا بتجي ناس تنصحك تقول لك اخي لك شو بدك بهالفوته وجيت عالم. ايه. بس انت كنت اكل قتله كنت فايت. بعدين بيجوا بعد تاكل الضرب. ايوه. الحمد لله رب العالمين يعني بس نسال الله مثل ما بقول لك يعني دائما نحن بنسال الله انه يا ربي هيك بنسالك انه دائما يا رب. انت شو مواليد 84؟ أنا وليد 75. 75 مو مبين. أخي الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. تتذكر يعني برنامجنا لك أنا كان أنا من هذيك الأيام. إيه. أنا من هذيك الأيام أيام سوريا بتذكرك. أيوه. أقسم بذات الله وحاولت إني أوصل لك هون. إيه. ما قدرت إني أوصل لك. شايف شلون بالطريق نحن شو بنعمل؟ قوموا نكسبكم عنا شرفي. على راسي والله, والله تسلم. العظيم أنت تسلم, تسلم 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 والله نحن بنتشرف فيكم ونكبر فيك. تسلم على يعني راسي. يعني أستاذ عبد أنت غني عن التعريف. إيه. بالعكس نحن أنت باقة حلوة لأن تنفس لهذا الشعب. نحن سعيدين لو بنجتمع فيك. نحن بنتشرف وقتك نكبر فيكم يعني. تسلم الله يسلمك. موفق أبو غيس. على راسي أهلا بيك. الله يسلمك. سلامة. شكرا شكرا. نجي إن شاء الله بغير وقت. جينا وجينا وجيناكم الله محيي ملقاكم وين ما رحتوا وين ما جيتوا الله محيي ممشاكم نمشي نمشي وياكم الله يهون مسعاكم وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة معاكم جينا وجينا وجيناكم الله محيي ملقاكم وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة وياكم